دكتور اسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدوليه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. الى اي حد بتشوف حضرتك ان كلمه جلاله الملك عبد الله قويه ومؤثره، وحتى في لو في غيبه رؤساء دول من الاشار اليها هو يتحدث باسم تحالف الشام الجديد، مصر والاردن والعراق وربما شراكه اخرى انضمت اليها ايضا الامارات والبحرين، شراكه اقتصاديه. يعني خليني اقول لحضرتك انه يعني المتابع لكلمه عاهل الاردن الملك عبد الله يجد انه وضع اجنده اولويات المنطقه بشكل يعني جيد جدا، تحدث عن ضروره التعاون ما بين الدول وضروره استغلال الموارد للتنميه المستدامه و يعني استغلال الأمثل. تحدث أن هناك نموذج في المنطقة للشراكة متعددة الأطراف والاستغلال الأمثل لموارد الدول، وتحدث تحديدا عن الشراكة ما بين مصر والأردن والعراق فيما يعرف إعلاميا بمشروع الشام الجديد، وهو مشروع يعني بدأ الحديث عنه في العام 2020، وكانت هناك قمم مصرية أردنية عراقية، ويمكن كانت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام كانت يعني زيارة، لأن هي القمم تداولت بين القاهرة وعمان وبغداد، أربع زيارات على مدار العام كانت وقمم، كانت زيارة تاريخية لأول رئيس مصري يزور العراق منذ يعني ثلاثة عقود، وكانت يعني دفعة قوية أقلقت وأضجعت منام بعض الدول الإقليمية واللي كانت يعني لا ترغب في أن تتم هذه المواضيع. المشروع اقتصادي بحث يتحدث عن استغلال الموارد والفوائد الكهربائية فيما يخص. خليني أسألك عن نقطة مهمة في هذا المشروع، هل تواتر هذه القمم الأخوية، يعني احنا تعودنا ان الاجتماعات ممكن اللي تبقى شراكات تبقى مرة في السنة وتبقى حاجة إجرائية وحاجة رمزية، لكن حضرتك تحدثت عن أربع قمم في السنة، فده بتتوقع إنجازات اقتصادية في تبادل الفوائد من الكهرباء، في تبادل اقتصادي، في زيادة استثمارات بشكل ملحوظ لمواطني الدول الثلاثة في القريب العاجل؟ ده مهم جدا، وده حقيقي وحاصل في هذا المشروع تحديدا، انه بيتم الحديث عن نقل الفائض من الطاقه الكهربائيه. حضرتك تعلم انه مصر اصبحت لديها فائض كبير من الطاقه الكهربائيه، وبدات في مشروعات الربط الكهربائي للدول العربيه عن طريق الاردن والعراق، مشروع ضخم. العراق في حاجه وهناك نقص كبير للطاقه الكهربائيه، اضافه الى انه لديه فرات من البترول والنفط يمكن ضخها للدولة المصرية عن طريق عقود آجلة. ده موضوع مهم جدا، إضافة أن مصر يعني أصبحت يعني تجربة ملهمة ورائدة في كيفية إعادة المدن ومد مشروعات البنية التحتية، سواء كانت طرق أو إنشاء مدن حديثة على يعني أجيال الجيل الرابع وخلافه، وهي يعني أصبحت تملك السواعد لنقل هذه التجارب. دفعة قوية لعودة العراق لحضن الدول العربية ويعني الامتداد العربي. لكن هذه الزيارات كمان كانت مهمة لتذليل العقبات، يعني الموضوع لم يكن بهذه السهولة، هناك تحديات حقيقية. لكن ماذا لدى الأردن لتقدمه لهذه الشراكة الاقتصادية بالتحديد؟ هي متميزة في عدة مجالات، منها مثلا تصنيع الأدوية، منها السياحة، منها يعني الأردن دولة مهمة وموقعها كمان شديد التميز، وطبعا علاقتها بالقضية الفلسطينية. ده حقيقي، يعني خليني أقول لحضرتك أنه موقع الأردن هو يعني بمثابة الربط ما بين يعني مد الخطوط، سواء كانت عن طريق مد شبكات الكهرباء إلى دول الخليج والعراق، أو عن طريق استغلال موانئها لنقل النفط العراقي سواء كان لمصر أو للدول الإفريقية والعربية أو أوروبا. لكن كمان ملك الأردن الملك عبدالله تحدث في كلماته اليوم في نقطة غاية الأهمية، وهي أن الدول هذه الدول والتي يعني ذكرها تحديدا مثل مصر والأردن، يعني هي الدول مضيفة للاجئين والمهجرين من مناطق النزاعات، وتحدث أن هذا البلد الصغير يستقبل ما يزيد على 1,300,000 لاجئ سوري، وطالبت الدول
ده تحميل كبير جدا على اقتصاد الاردن فعلا. انه مصر يعني بتستضيف اكتر من 6 مليون لاجئ دون ان تطلب مساعده، دون ان تبتز الدول الداعمه. هو ملك الاردن تحدث نيابه عن كل الدول التي تستضيف اللاجئين في هذه المنطقه نتيجه وجود نزاعات في ليبيا، في اليمن، في العراق، في سوريا. كانت مساله مهمه، ولكن الاردن بوجوده وموقعه الاستراتيجي وحمايته للاماكن المقدسه رفع ايضا من يعني اولويه القضيه الفلسطينيه وطالبها بعدم التعدي. يعني خليني اقول لحضرتك انه في اثناء اجتماعات الجمعيه العامه وتداول الكلمات للقاده والرؤساء والزعماء، كان هناك اعتداءات على الفلسطينيين في الحرم القدسي، ويعني نزاعات تهدد الامن والسلم للفلسطينيين. انا بشكرك يا فندم جدا دكتور اسماعيل تركي، الباحث في العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا.